تمثل الأسواق في الريف عامل مهم لجذب الناس للسكن بالقرب منها، وذلك لتلبية الاحتياجات والمتطلبات اليومية لهم. ألف ريال حقمو، لا حق الشاقي ولا حق العلاقي ولا حق السيارة اللي تلاقي. سوق مفرق جبل حبشي أحد الأسواق الرئيسية الذي يكتظ يومياً بالباعة والناس، ما جعل حركة البيع والشراء نشطة بشكل يومي. نحيي قدومكم إلى هذا الموقع، إلى هذا المكان، إلى هذا السوق، تمام، الذي يجمع بين ناحيتي يعني جبل حبشي وصبر. نحمد الله وكل شيء موجود في هذا السوق اكتفينا به من دخولنا إلى المدينة للبحث عن المواد الغذائية، البر والدقيق وما إلى ذلك. ونرحب بكم ونقول أهلا وسهلا بكم يا جيرة الحلل، ومرحبا بحداة العيس والكلل. كنا نؤمل أن نحظى بقربكم، فالآن والله هذا غاية الأمل. الله يحفظك يا أبو، صح لسانك زي ما يقولون الشعراء. طيب بالنسبة للحركة هنا في السوق، الحركة هنا يوميا أو تكون مخصصة بأيام محددة بس؟ الحركة حركة مستمرة، حركة يوميا، يعني لكل الوافدين إلى هذا السوق من كل مكان، من كل النواحي، لأنه خط رئيسي يجمع منطقتين، وخط رئيسي من التربة حتى تعز. طيب يا أبي، أنت من فين تجي لهنا؟ أجي من هنا من الشارق من جبل حبشي، وأجي من صبر لبيت بصبر وبيت بجبل حبشي، تمام، بيت بالمفرق وبيت في شارق جبل حبشي، وهذا يجمعنا. تجد في أغلب المحلات في الريف كل ما تحتاجه للمنزل، وكأنه سوبر ماركت مصغر. بس هذه الأيام يعني خف الشغل شوية، بنا الدخل حق الفرد تحت الصفر، يعني القوة الشرائية ما فيش عند المواطنين بسبب الرواتب ما فيش، الأيد العاملية موقفة، فانخفض الشراء يعني كبير، درجة كبيرة جدا. تتعدد المحلات أيضا ما بين مواد غذائية واستهلاكية. أنا اسمي نادية قاسم محمد حساني. الله يحفظك يا أمي نادية. كيف حركة البيع والشراء هنا بالسوق؟ فاتر. طيب هنا بالرغم ان احنا نشوف هنا ان في ناس كثير يعني يشتروا ويروحوا ويرجعوا، ما لانه الدنيا بوار، الدنيا شمات، ما حصلش حتى حق البر والله. طيب انت يوميا تبيعي كل الحاجات اللي معك هنا؟ بعض الاحيان ابيع، بعض الاحيان تقصد قهي في حركه بالبيع والشراء، لكن بعض الاحيان ابو حركه بعض الاحيان ما ابوش حركه. ميت ولا السوق واصل مستمر، سوق شعبي وتمارس، بس الحركة انتهت. طيب عاد في أسواق أكبر منه ولا هذا هو السوق الكبير؟ هو ذا السوق الكبير، أحلى سوق، بس الحركة ماتت نهائيا. يحتل هذا السوق موقع مهم، فهو يربط بين قرى جبل حبشي وبعض من قرى صبر الموادم، ما جعله ملتقى للعديد من الناس. لبرنامج صباحكم أجمل، سالي المخلافي.